Canal Nostalgie. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا نرحب بجميع الإخوان المشتركين في قناة كنال نوستالجي، نرحب بجميع الإخوان الجدد اللي غادي يشتركوا معنا وغادي يدعمونا حتى هما بالبارتاج بالنقاشات والتعليق. كما كنا وعدنا الإخوان غادي نبدأ في واحد الإطار جديد ديال قناة كنال نوستالجي، اللي هو واحد الإطار إذاعي بين قوسين طبيعة الحال، يعني غادي تكون نقاشات حوارات مجموعة ديال الأمور غادي تكون صوتية، ما نقدرش نحدوها في واحد الإطار باش ما نكثرش الإخوان. إن شاء الله نطلب منكم التشجيعات ديالكم ونطلب من الله سبحانه وتعالى التوفيق. غادي نبداو في هذا أول، ما نقدرش نقول أول حلقة ولكن أول موضوع. السي عز الدين البيضري المعروف الغني عن التعريف، في إطار واحد النقاش ديالو على المباشر، في إطار واحد الدوريات ديال جمعية الرحمة الليلية اللي معروفة بالدور الاجتماعي والإنساني ديالها المهم والهام بزاف، مع واحد الأخ إعلامي معروف اللي هو السي ميموني، اللي نكملو له كل احترام وتقدير. هذا الشاب اللي كيستحق كل التشجيعات، وكنطرح عليه واحد السؤال المباشر، ما هو كيفاش كيشوف السي عز الدين البيضري يعني العمل الجمعوي بمدينة بركان. فوالا، المهم نخليكم تسمعوا الحوار ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى يوفقنا كاملين، ونشكر الاخوان بزوج السي عز الدين البيضري والسي ميموني. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، نخليكم مع الحوار. انتم كنتوا في التنسيقيه قبل كاع هذه المجموعات كلها، كانت عندنا مدينه بركان كان عندنا الهيئه العليا اللي ضمت واحد المجموعه، ومن الهيئه العليا حتى الان كون نجيو نحسبوا مثلا في عهد الاستعمار كانت عندنا الهيئه العليا كانت عندنا 5 تاع الجمعيات، وصلنا للستينات كانت عندنا 2 تاع الجمعيات، وصلنا للسبعينات العدد وصل لواحد 10 تاع الجمعيات، وصلنا للثمانينات العدد بقى في واحد حدود 20 جمعيه، وصلنا للتسعينات العدد كذلك بقى في حدود واحد 20-25 جمعيه. كي بقينا نطلع العشريه الثانيه الان رانا في واحد 1000 وكذا تاع الجمعيات. كي تجي تبحث في هذه الجمعيه كي تبحث في الجمعيه تكون وافال الجمعيات كامله في اقليم بركان كاين جمعيات، ولكن فينا هي قيم روح المواطنه عند هذه الجمعيات؟ هذا هو الاساس، ماشي انا كننتقد، كاين جمعيات اللي كيشتغلوا الحمد لله كل واحد في التخصص ديالو، ولكن حنا بغينا الكل يشتغل ضمن واحد التشبيك جمعوي اللي ينوض من مدينه بركان. واش حنا مثلا كفعاليه المجتمع المدني كاملين شي نهار درنا شي نداء وقلنا هادي نمشيو نطلعوا للجبل ونغرسوا 3000 شجره هاد السبت؟ واش كون اللي غادي ينوض معاك ويطلع يدي شجره ونشريوها بفلوسنا ندبروا على المشتل؟ غادي نديروا الخروب ولا نديروا البيستاش ولا نديروا البرقوق ولا نديروا الزيتون ونطلعوا للجبل؟ ها سيدي عبد الصادق ديك جبل بوزعبل كامله خصها تغرس ديك الجهه، ها هما جوايه عريسنا نحسبوها بحركات وخريخشات وولاد داوود وولاد عثمان وبنيوال وحتى كلهم هذيك كاين المناطق تما اللي خصها تغرس. ندخلوا الغابه مالوراويين خصها ثاني تغرس، راه تما غير الشوك. شكون اللي غادي يقول لك انا نمشي ومشي تغجرت؟ كذلك دي كاع دوك المداشر تاع تغجرت حتى الحدود تاع تينيسان اقليم وجده خص كذلك تما المشاتير. واش كاين مثلا مجتمع مدني اللي يقول لك واه حنا نعشقوا الجبل تاع بني زناسن وحنا مستعدين اننا هاد السبت هادي نديو كل واحد مشتل وقادوما صغيره بين زوج ولا بين 10 ونطلعوا ونشوفوا واخا في الحجر ونجيبوا خبراء نتاع الهندسه ونتاع التربه ونتاع كذا ونردوا دوك الجبال نديروا فيهم الشجر. ها انا المجتمع المدني فين كيتحرك؟ واش عمرو درنا ما درناش؟ واش غادي ينوض كذلك المجتمع المدني شي نهار وغادي نقولوا اودي ها هي داخله شركه التنميه الفلاحيه جديده؟ بقى معنا لمين انت؟ اطلع مرحبا. اطلع انت بسحب الريسك كله، بغيت ريسكي خاطيك الريسك. مرحبا خويا، مرحبا يا راه. شوف رقد وروح، ترقد غدا وبغد غدا وموراها 15 يوم 20 يوم تتوقف كي تعرف المدينه مليح وتقدر تكري وتخدمو كلش سير تكري صافي صح وصافي. راني قلت لك بقى تجي ديما مع العشاء. مرحبا بك يا صاحبي، كاع ما تخممش ما تبقاش كاع الدور في المدينه هامل.
وتدور فين ترقد. رواح نيشان تما الباب محلوله مع العشاء تدخل ترقد حتى تدور على راسك حتى توقف ان شاء الله. قلت فين كنا؟ قلنا واش السيميموني مثلا، واش حنا كمجتمع المدني جاية التنمية في العائلة المدينة فيها، ما احنا مقبلين على تجربة ديال ان المدينة تكون عندها واحد النظافة لائقة بها ونتخلص بالقمامة. واش حنا درنا شي يوم بيناتنا تاع الاجتماع كجمعية مجتمع مدني وكجمعية سكنية، وكل حي أثر الناس اللي عنده في المدينة، وكل جمعية تأثر الشوارع بأننا حنا بغينا مدينة نقية ونديروا مرساقات ونعطيو توعية ونديروا مكبر الصوت. واش حنا قادرين نديروا هذه كمجتمع مدني؟ على الأقل المدينة أنه هذه الشركة كي تدخل جديدة نشوفوا مدينة نقية. واش حنا مثلا قادرين أننا حنا مثلا في كل حي يقدلنا وما نمشيوش كاع نبغلوا المرتبة تاع الشفشاول في الاحياء الشعبيه ديالها؟ واش حنا قادرين؟ كانت بعد التجارب مدينه بركان ولكن قليله. واش قادر مثلا كل جمعيه انها تشتغل؟ علاش حنا الاحياء القديمه نقدروا نردوها زينه، ولكن راك تدخل الحي القديم تجي تخدم واحد يقول له ابغى يدير السياسه، الاخر يقول له راه خلص عليه الحزب الحزب الواي فلاني، الاخر يقول له دي راه بداو يطبلوا بداو، ما عندوش ثقافه جمعويه، عنده ديما النوايا السيئه ما يخليكش تخدم. انك حتى جيت من ترطريطوار يقول له راه راه عطى ويبقاو كل حاجه وجدوا لها سياسيين كل حاجه. علاش؟ لان غياب الثقافه المجتمعيه، غياب الوعي الحس الاجتماعي، غياب قيم روح المواطنه، غياب يعني حب المدينه. ما يمكن لكش انت عادي تبني مدينه ديالك ولا تبني جبل ديالك وانت كتفرج كتشوف الصريح مرمي وكتفرج فيه، كتشوف بيدو تاع السريح خانس وكتفرج فيه، كي دير تبنيها؟ كتشوف متشرد بدل انك ما تمشي تساعدو تبقى تصور فيه، هو متشرد هنا، هو بيندج هنا، بعد راسه بيتحرك تحرك، افعل، وراح حتى حنا غير متطوعين، انا متطوع، انت راك متطوعين، الا غبت انا عوضني انت، خص تعوضني. هذه هي الثقافة المجتمعية، مجتمع مدني. يعني كي نتكلموا على حنا للاسف الشديد في مدينه بركان، يعني خصنا نوليو نحيو المجتمع المدني، وخصية دعوه ان الجمعيات السكنيه تولي تجدد المكاتب ديالها وتولي تنشط، والاحياء السكنيه اللي ما فيهاش جمعيه سكنيه خص السيد العامل يعطي التعليمات ديالو والساده البشوات والساده القياد على ان كل حي خص تكون الجمعيه السكنيه ديالو، باش انها تكون هي الوسط الوصي اللي يمكن لها تساهم باش المدينه تنوض. على يعني الاقل في هذه الحمله نتاع النظافه، في الحمله ديال حمل الازبال، في الحمله تاع توقيت الازبال، في الحمله نتاع الدلاء اللي يكونوا في الزنقه، ما غاديش تجي انت وباغي تنظف مدينه وتنظفها هكا بواحد الثقافه اعتباطيه، بواحد الثقافه عشوائيه، بواحد الثقافه. لابد من هذا المجتمع المدني، لان المجتمع المدني الان هو لا هو راه احيانا كيوجه، احيانا كيوري، راه السلطه ولا القضاء ولا مختلف المؤسسات في حاجه للمجتمع المدني، لان كيمشي المجتمع المدني راه السلطه تهمل، كيمشي المجتمع المدني القضاء يهمل، كيمشي المجتمع المدني الوزارات يهملوا، لان المجتمع المدني هو اللي يمكن له يبني، وهما على ذاك المقياس وذاك المؤشر وذاك الاجتهاد نتاع المجتمع المدني المدينه تقد تنوض. راه مجتمع مدني كيكون خدام في واحد الحي راه المدينه ماشي تنوض، تنور، ولكن للاسف الشديد حنا مريحين في القهوي ويجي الكاميون تقول الكاميون تاع افيردا موسخ، ونوض اخويا بالكرسي يقول لا سيدي الله يرحم والديك غسل احنا راه مجتمع مدني وانت راك تدخل الحي غسل ذاك الكاميون، احنا رانا ما غاديش نتفارقوا معك حتى تمشي تغرسوا ونديروا الاجراءات القانونيه، ولا غادي نقدموا شكايه بك للنيابه العامه ونقدموا شكايه للجهات المختصه. كي نهضروا كذلك على مجتمع مدني، المجتمع المثقف عندنا في مدينه بركان، واش عمروا المجتمع المثقف في مدينه بركان دار توجيه ويبين على الاقل الثقافه في مدينه بركان فين راه غايديه؟ واش انه تحمل المسؤوليه ديالو وكيقول مثلا الخوت راه هذا الاعلام اللي راه يسقوا هذاك راه انسان ماشي معقول، راه هذا الشيء راه ماشي معقول، راه ذاك الكتاب اللي كتب ذاك السيد اللي كتب ذاك الكتاب راه ما يقرا ما يكتب، راه عطيكم غير الضلاله، راه هذا المهرجان اللي دار راه ماشي مهرجان وما يشرش في مدينه بركان. ما كانش النقد المواكب للعمليه الثقافيه بمدينه بركان. كيفاش انت بغيت المدينه التي انجبت مثقفين وانجبت هذه تعطي تقول لي انا احنا كنا كنحشموا كيجي مهرجان ثقافي كيفوت مدبوز مخربز وكلش ساكت، كيجي مهرجان ثقافي الناس كتجمع الفلوس كمخربز واخا ماشي شي فلوس كبيره، ولكن شكون هذه غدا يصدق
ويقول اودي مدينه بركان مدينه ثقافيه ودي راهم داروا واحد المهرجان برافو. ها حنا نستناو دار الثقافه تبنى. علاش حنا نهار كان الملعب البلدي كانت الملعب يتبنى كانت الناس كتنوض يمشيو عند العماله يزقيو بنيو لنا الملعب، اسرعوا لنا في اخراج الملعب. هو الملعب تخرج شي مره والله ما تجبرت حتى 200 متفرج. البرانيين اللي جاو يتفرجوا الالترا تخير وكي تغيب الالترا تاع بركان الملعب خاوي خاوي على عروشه، علما بان الملعب دار الثقافه سبقت له. ايوا عندنا ملعب كبير وعاد ملعب ماشي في المكان ديالو وماشي في الموقع ديالو. هذاك الملعب خصو في الحقيقه يولي جرده كما نضر له هود في الاربعينات، والملعب يخرج من جهه الطريق الرقاده يشوفوا له شي عقار تما باش ان حتى ذاك المشكل ديال الزقه والمشكل تاع السبيطار ومشكل تاع المؤسسه التعليميه ومشكل تاع طرقات كتسد، كل هاد الشيء ماشي لصالح اقليم بركان وماشي لصالح مدينه بركان وماشي لصالح الصحه تاع المواطنين في اقليم بركان وماشي لصالح التلاميذ والتعليم في اقليم بركان. كل ذاك الملعب تما ناشز، ولكن نتمناو لان الحمد لله كاين اطر رياضيه عندها كفاءة عالية بإقليم بركان أنها تجتهد وتشتغل وتعاون السلطات المحلية وتقرقب على باب الوزارات. ولما لا، أن كاين أطر وكفاءة عالية بإقليم بركان مشرفة على المجال الرياضي اللي إن شاء الله يظهر واحد الملعب اللي يشرف إقليم بركان ويشرف الرياضة البركانية ويخرج من جهة طريق الرقادة ويكون الجمهور ديالو أنه يكون واحد العدد كبير ماشي غير على السكنة تاع مدينة بركان ولكن كذلك حتى على المباريات الدولية، لأن محق مدينة بركان أن حتى هي تستضيف مهرجانات وطنيه بحال المهرجان المسرحي اللي كان في مكناس ولا في تطوان. محق مدينه واقليم بركان انه يستضيف مباريات نتاع المنتخب الوطني، ماشي غير وجده الشقيقه والعزيزه هي التي تستضيف، بل ايضا تراب بني زناس اقليم بركان محقه انه يستضيف الملاعب الرياضيه. فين احنا؟ واش عندنا هذا المجتمع المدني اللي كيرتبط بالمجال الثقافي العضوي المصحح اللي كيصحح الاخطاء الثقافيه اللي كتوقع في مدينه بركان، اللي يعطينا ثقافه فعلا عندها النديه مع المدن المركزيه للاسف الشديد. نمشيو كذلك للمجتمع الثقافي في المجال البيئي، تكلمنا عن المجال البيئي، احنا عندنا جمعيات يمكن زوج ولا ثلاثه تاع الجمعيات في اقليم بركان، جمعيه البيئه والانسان وجمعيه الاقاليق ديال السي شملال السي بشيري، ولكن واش الوضع الصحي البيئي باقليم بركان هو هذا؟ فينا هي التدخلات الصارمه في المجال البيئي الايكولوجي تاع مدينه بركان؟ احنا بلا ما نمشيو للمجال الغابوي، بلا ما نمشيو للفاديسا، بلا ما نمشيو مجموعه ديال المياه، بلا ما نمشيو للقضايا اللي هي اشكاليه وفيها ما يتقال، احنا نشوفو غير على مستوى المجال البيئي غير داخل المدينه ديالنا. فين احنا؟ واش احنا واش عندنا شي تشبيك في الجمعيات البيئيه اللي يمكن لها تاخذ بالبنود البيئيه العالميه وعلى الاقل تفيدنا في مدينه بركان ايضا؟ ها؟ نمشيو لمجموعه تاع انه العمل الجمعوي باقليم بركان، كذلك في المجال الاشتغالي الجمعوي، يعني واش حنا مازال باقيين في العمل الجمعوي الاجتماعي في المجال الاحساني، ولا قادرين اننا بدل ما غادي نعرض انا مجموعه من النساء كل سنه كل شهر عفوا كل ست شهور نعطيهم قفه، ولا كل رمضان نعطيهم قفه، واش انا قادر كمشتغل في المجال الاجتماعي الجمعوي انني بدل ما نبقى في المجال الاحساني انني قادر ندير ما يسمى بمقاولات صغرى تفيد النساء، يعني بدل ما نلغى لها نعطيها قفه نقد نعطيها ماشينه تخيط بها، نقد ندير لها تعاونيه تبقى تبيع ويكون عندها دخل، يعني المطر الصيني لا تعطيني سمكا ولكن علمني كيف اصطاد. واش ان العمل الجمعوي احنا في جمعيه الرحمه كان نبيتوا الانسان 15 يوم 10 ايام حتى الشهر، ولكن كنقول لهم بعد سير تكري، يعني ما يمكنليش انني ناويك ونوكلك ونشربك ونغطيك، هذا بالنسبه لي ليس عمل جمعوي، هذا قتل لشخصيتك وقتل للعمل الجمعوي وانجيوتين، يعني مقصله تقطع 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 ديناميت وحركه العمل الجمعوي. هي كي تشوف انت مجموعه من الاشتغالات الاصناف تاع العمل الجمعوي باقليم بركان للاسف الشديد، وهي دعوه للسلطات المحليه انها خاص تحفز ان الجمعيات ديال الجمعيات السكنيه باش انها تجدد المكاتب ديالها ودير فيها ناس معقولين في كل حي، سالم، بوهديله، المكتب، بوقشار، بني جديد، جامع ما وزيد ذكر لي الاحياء تاع بوهديله، الاحياء جميع نتاع، وباش ان جميع الاحياء القرابه احياء كثيره كثيره بركره ولات في احياء كثيره، باش ان جميع الاحياء تكون عندها جمعيات سكنيه
اللي جمعيه سكنيه اللي فعلا تساهم تساعد في نهضه المدينه، وعلى الاقل تشرف غير على الحي ديالها، وتكون مع شركه التنميه مثلا تنسق معها، تنسق معها على مستوى الاكياس، تنقص معها تنسق معها على مستوى الديله اذا كاين شي ديله، تنسق معها على مستوى التوقيت ديال اخراج القمامه فوقاش تخرج، وما تبقاش ديك الشركه باش تفلح ما تبقى ما ديرناش دوك البوادا الكبار كالمزهريات في الشوارع، ما عندنا ما نديرهم، خص الشوارع تبقى نظيفه. عيب يجي واحد زائر ولا تجلس في قهوه وتشوف اربعه خمسه تاع البوادا معمرين مزلعين بالخنز ودايرين عليهم 12 10 6 تاع الكلاب ينبشوا فيهم، ما يمكنش. يعني دوك الديلاء نتاع الازبال نقلعوهم ونديروا الديلاء اللي عند المنازل ونحددوا توقيت واحد، وهذا الدور تاع الجمعيات السكنيه والدور تاع المجتمع المدني اللي يمكن يعاون الشركه باش ان مدينه بركان، وكذلك الدور تاع الجمعيات البيئيه اللي يمكن كذلك تفكر بشي مشروع، تفكر دير فازات كبار في الاحياء، تفكر ترسم، تفكر دير مشاتل، تفكر هكا يمكن لمدينه بركان انها اقليم بركان انها تفيق. كذلك الدور تاع كان الاسانسور يمونت ويدسون لدو بركان.